عودي معكم للمتابعة. مثل ما بلشت اليوم عالم صباح وقلت لكم ميلاد رح بكفي بهالموضوع، وسؤالي عبر صفحة الفيسبوك كان حول هالموضوع، شو أكثر نقطة ضعف بشخصيتكم تعتبروها موجودة وبتأثر فيكم؟ طبعا كتار عم بيجاوبوني، يا ريت بقدر أقول الكل يعني بمختلفة أصلا نقاط الضعف، كل واحد عنده نقطة ضعف معينة. هل هي بتكون مكتسبة؟ هل هي بتجي مع الوقت أو بتخلق معنا إلى آخرها؟ وشو تأثيرها؟ هيك رح نحكي اليوم مع ميلاد ما بدها هالقد. صباح الخير. كيفك جوزيف؟ يعني منيح ماشي الحال، بس انت هلا شو بقوله ضربت على نقطه الضعف. أيوة. يعني مثل كل سبت بالفعل، يعني هو كل انسان عنده نقطه ضعف. صح. وما بعرف قد ايه لازم يكون الانسان ذكي ليشوف نقطه الضعف بالاخر واللي قاعد بوجهه. اول شيء جوزيف بدي اقول انه رغم كل نقاط ضعفنا لازم ما نبطل نحب حالنا، يعني لازم الانسان يقول انا ضعيف بس رغم هالشيء انا بحب حالي وانا بقبل حالي. أنا من هون بدي أنطلق بالقصة، ما بدي أنطلق إنه أنا عندي نقطة ضعف بصير أنا عنف حالي وأنا أول واحد كون عم بأذي حالي أو عم بجلد حالي. نعم. كرمال هيك خليني أقول للي عم بيتابعونا، يلي أعطوك رأيهم، يلي رح ناخد اتصالاتهم، يلي رح شوفهم كمان بالفوكس بوب بهالفقرة، خلينا نبلش ننطلق من نقطة معينة، إنه أنا كل إنسان عنده نقطة ضعف وكل إنسان ضعيف بشغلة معينة. هل بتقلي الإنسان الضعف هو شيء بيخلق معنا؟ أنا بقول لك الإنسان بيخلق. شوف البيبي كيف بيكون، البيبي بيصرخ بحرية. شايف لك شي بيبي بيكتم صوته وهو عم بيصرخ؟ لا أكيد. شايف لك شي بيبي إذا بده يأكل ما بيعمل كل جهده لحتى يطلب أكل؟ صحيح. شايف لك شي بيبي لما بيكون بده يصرخ بيصرخ وبيعيط وبيضحك؟ نحن لما بنكون صغار جوزيف بنكون كتير حرين، لأن كل ما نكبر يعني ردة فعل الآخر أو الأهل هي اللي بتخلق عنا نقاط الضعف. ومش بس هيك، لأنه كمان البليف المعتقدات يلي انحطت فينا أنه أنت مثلا منك ذكي. كل مرة أهلك قالوا لك أنه أنت منك ذكي، كل مرة أهلك خبروك أنه أنت منك شاطر بهذا الشيء. بتعرفوا أنا مثلا اليوم حتى يلي بالرسم، هي تكنيك بنعملها نحن كمدربين، أنه أنا بطلع بيكون عندنا ناس عم ندربهم بنقول مين منكم شاطر بالرسم؟ بيطلع واحد او اثنين عندهم هالمعتقد انه شاطرين. بيجي مثلا سي بيسالك جوزيف انت شاطر بالرسم؟ بتقول لي لا. بقول لك ليش؟ بتقول لي لانه المعلمه قالت لي ماني شاطر بالرسم. فقط لانه المعلمه قالت لك منك شاطر بالرسم انت اخذت هذا المعتقد وصدقته. بقول لك تفضل طلع رسوم، ولك لو خربشت تخربوش بتطلع لوحه حلوه. ليش كبار الفنانين يلي بيرسموا مش مرات بتحسهم عم بيخربشوا وبيرسموا وتطلع حلو؟ سو الفن مثلا شغله، مين قال انه عندنا نقطه ضعف؟ بقول ما بعرف ارسم. طيب انا اذا شفت قدامي طالب مثلا عنده ضعف مادي معين او ابني، ما هي كيف بدي اقول له اياها؟ كيف بدي اقول له اياها؟ هل انا بكون عم اقول له انت منك شاطر؟ او بقول له اياها بطريقه هاو كيف ممكن تحسن هيدا الشيء؟ كيف ممكن يطلع هيدا الشيء حلو؟ اوكي. يعني انا اليوم اذا ابنك انت حسيته انه ما منيح بهيدا الشيء بتقول له انت منك منيح، دغري لزقت له صفه على حاله. بس بتعرف في نقطه ضعف تنفهم كمان بمعنيين، يعني في عالم جاوبوني شو نقطه ضعف امي، نقطه ضعف اولادي، في عالم بيقول لك نقطه ضعف الخوف. هلا يعني مثلا تكون انا نقطه ضعف شخص يختلف عن نقطه ضعف شيء بشخصيتي. لكن فهموا المشاهدين معلش بعتذر، فهموا المشاهدين السؤال غلط. ما كنت عم اقصد نقطه ضعفي مثلا مثل يلي بيقولوها مثلا بمس لبنان انه او بالفنانات مثلا بيقول نقطه ضعفي صراحتي قلبي الطيب. بقول كله انا برايي كلمات ما لها معنى، يعني فارغه من المعنى. في الانسان عنده لازم يكون عنده نقطه ضعفه. اذا مفكر انه انا مثلا قلبي الطيب نقطه، هلا قلبي الطيب نقطه ضعفي فيني اخذها معه لمحل اعرف انه شو بتقصد. يعني هل انت لما بتكون جنرس او تكون كريم كثير مع الناس ممكن يعاملوك بسوء؟ فينا نفهم منها، بس انه نقطه ضعفي مثلا حدا اكيد فهموه غلط السؤال. نعم. خلينا نشوف الفوكس بوب لانه سالنا الناس كمان. قبل ما نشوف الفوكس بوب في عنا اتصال ميلاد من جمانة، نرجع بنكمل مع الفوكس بوب. صباح الخير جمانة. الو بونجور. يا هلا ميلاد، بتشكرك على هالفقره الحلوه، انا دائما بنتظرك. شكرا لك جمانة، انا بشكرك كمان، شكرا على ثقتك. جمانة شو نقطه ضعفك؟ انا بحكي مع اي شخص بقابل معه من اول مره مثل كانه قريب لإلي، يعني very trusting. Very trusting. خلينا نشوف. يعني بيحكي معه مثل كانه يا لطيف بعرفه وبأمن له وكل شيء، وبعدين مع الوقت ببين وباكل خبطات. طيب جمانة to be trusting يعني to be يعني حتى تكون عندك هيدي هالصفة، هيدي صفة البعض كتير بيشوفوه انها كواليتي، ليش شفتيها نقطة ضعف؟ لا هي ما هو ما انا بدي وصلك انه
بمرحلة قلت لا لازم اتغير ولازم هذا، بس لا شفت انه ما لازم لانه رح ضلي هيك، بس هي مع انتباه. نعم. يعني ما تكون كتير خوشبوش اول. نعم. اول مرة اعطي كتير يعني كتير كون خوشبوش بعدين لحتى ما يصير لانه ببطل في حدود. نعم جمانة، انا شوي بخاف كمان من كلمة لازم وما لازم، ما بحبها، لانه اذا ما لازم يعني في شيء ضعيف عنا ما عم نعرف نعمله، يعني او انه لازم تعملي. انا برايي ما تشيلي فكره لازم او ما لازم من حياتك. انت بتقولي انا وين بكون مرتاحه، عند مين بعطي ثقتي، لمين ناس بيستاهلها. هل بس بليز اذا بتمشي معي بالبروسس وبتجاوبيني على اسئلتي، هل كل الناس، هل كل الناس ما بتستاهل منك انك تعطيهم ثقه؟ لا. هل كل الناس بتستاهل منك انك تعطيهم ثقه؟ لا. شو بيتغير اذا اعطيتي ثقه للناس اللي بيستاهلوها؟ ما بتغير لا ما بتغير شيء كثير حلو. صح. بس so ميلاد انت بتعرف طبيعه البشر. سو انت لازم تعرفي تحددي توعي لها النقطه الضعف، انه انا ربما هالكواليتي عندي عم تتحول لشغله سلبيه لما عم مارسها مع ناس ما بيستاهلوها. سو فاذا قبل ما اعطي ثقتي في شيء لازم يصير، هيدي هي هالوعي اللي عندك، انه انا عند مين لازم اعطي هيدي الثقه، او اعرف انا كمان من ريسورسز قبل كم مره اعطيت الثقه ومثلا تساوي وجعت، شو كان السبب؟ لانه بروبلي ممكن انت تقلك شيء جمانة، الناس بتعاملنا مثل ما نحن بنوحي لهم انه لازم يعاملونا. مظبوط. ربما انت عم تعتبري انك اعطيتيهم ثقه، ربما هن شافوها انك عم بتكبي حالك عليهم بطريقه كمان انه انا امردي اعملوا فيا اللي بدكم اياه. سو انتبهي جمانة على لما انت بتتعاملي مع الناس، انتبهي كثير منيح اي perception، اي انطباع عم تعطيهم اياه، لانه في كثير كواليتيز عندنا بيفهموها الناس بطريقه غلط، ما بيكون المشكل منهم، بيكون المشكل منا نحن نفسرهم عليها بطريقه صح. كرمال هيك انا بدعيكي جمانة هلا لما تحطي انت على تشارت عندك ثقه، حطي شو الفاليوز من وراها، شو الكلمات اللي بتعبر عنها. هل انا لما بعطي ثقه يعني انا مثلا سي بكون كريم، بكون ما بحمل الثاني مسؤوليه، بكون بسرعه بقبل كل شيء، بعدين يو كويستشن يور سيلف، هل المفروض فيي اقبل كل شيء؟ هون ببلش عقلك يعمل البروسس لحتى اشوف انا شو مقصود باني اعطي كل ثقتي او لا، وكيف بنقول هل نقطه الضعف بحولها لنقطه قوه. بدي اقول لك شغله ميلاد، يعني انا حبيت كثير شو عم تقوله للتحليل، هو انه الواحد شو بيعطي انطباع للعالم رح يتلقى. ما في ممكن يكون قصدك انت شيء ثاني بس تنفهم بطريقه خطا. صح. وتعامل بطريقه خطا. صح. مثل الثقه بس تعطيها لحدا كنت عم تحكيها جمانة، بتعطي معها سر يمكن او بتعطي معها خبريه، ممكن هالثقه اللي اعطيتها يخدوها اللي بوجهك اذا. صح. كانوا هن بيفكروا انه نقطه ضعف ويستعملوها ضدك. هي اتس اباوت انا شو بعمل، انا شو بعطي لحتى ارجع. هي عم تعطي وعم تاخد، شو الانطباع اللي اعطيته وانت شو البيليف سيستم تبعك. هلا اذا بدك نشوف الفوكس بوب جوزيف، لان بعد الفوكس بوب عبالي اقول فكره يمكن يستغربوا فيها الناس، انه احنا ما بنجذب الشيء ولو كان الشيء السلبي الا اذا كان في شيء هيدا الشيء موجود فينا. هلا بفسرها اكثر الفكره، بس خلينا نشوف الناس شو جاوبوا لما سالناهم عن نقطه الضعف. نقطة الضعف بشخصيتي هي انه انا كتير حساسة وكتير بتأثر بالحكي اللي بيقولوا لي الناس، انه عمرها بكون stubborn كتير، بس هيك اكتر شي بعتقد، فانه الشي مثلا ما مش لصالحي بعمله انه بس هيك stubbornness. كتير impatient. شو قطعك نقطة الضعف شخصيتي؟ كتير بهتم لعالم غير فوات تأثر علي غلط، بخاف الناس شو بيقولوا عني، هيدي اكثر شيء، يعني تصرفاتي بتفرق، يعني شو الناس حيحكوا عني، هيك بتصرف او ما بتصرف. القلب طيب، هيدي مشكله، بس هي ايه قلبي طيب، هذا الوحيد نقطه الضعف اللي عندي. مستحيل يمكن وقت اكون بسيتياسيون ما بعرف انه اي كانت بي ان كنترول، هذا نقطه الضعف، انه بصير خاف وهيك، انه ام نوت ان كنترول، انه بعصب بسرعه. مستحق. ما عندي نقطة ضعف.
ميلاد فيها تكون بس يعني إيجابية ولا فيها تكون سلبية؟ خليني أقول بحد ذاتها ما في شيء بالحياة جوزيف بحد ذاته سلبي أم إيجابي، أنا كيف بتصرف فيه وين وكيف. منشان هيك هيدي الفكرة اللي بدي يعني وصلها للمشاهدين. خليني أقول مثلا أخذ مثل، في صبية قالت أنا مني صبورة. طب أوكي، هل هون أنا بسألها، هل كل شيء بهالحياة بيتطلب أن نكون صبورين؟ لا، ما في شيء صبر ايجابي بيكون. ما في شيء عدم الصبر ايجابي. ما في شيء مرات انه انت لازم ما تنطري، ما تكوني صبور عليه. فاذا هي بحد ذاتها انا وين عم بعملها؟ مثلا بتقول لك انا بعصب. طيب هل نحن مطلوب منا انه نكون دائما ناس ما بنتحرك ورايقين؟ نوتر. شفت الخوف مثلا، الخوف واحد بيخاف على مستقبله، اوقات من الخوف تحمل المسؤوليه بخليك تشتغل اكثر. فاذا هيدا اللي بدي اوصل له انا وانت جوزيف، انه بحد ذاته الموضوع مش هو المشكل، المشكل بالخريطه يلي انا راسمها عن الموضوع. يعني اذا انا بقول انا بخاف على مستقبلي مثلا، او انا بخاف اني انحرج، بقوم انا ما بروح بقدم على وظيفه. شفت شو صار عم يعمل فيي خوفي، عم بي يقعدني بالبيت. صح. اذا بقول انه انا لا انا ما رح اروح اعمل هذا الشيء لاني ماني صبوره. طيب مثل بيجي انسان بيقول لك انا عصبي، بقول له انت هل انت عصبي بالمطلق؟ هل انت عصبي طول الوقت؟ هل انت لما بتكون عم تتسلى مع اولادك بالبيت انت بتكون عصبي؟ سو هيدا اللي بخاف منه انا. مش هيك سالنا السؤال انه شو نقطه ضعفك لحتى اعرف انا نحن كيف بننظر لنقاط ضعفنا. اتس نوت اباوت جوزيف انك انت تقول انا عندي نقطه ضعف او ما عندي نقطه ضعف، انت تشوف كيف شايفها يعني باي منظر. يعني انت بالحديث عم تقوله يعني ما في نقطه ضعف عند الانسان؟ لا، في كثير نقاط ضعف، بس في الانسان يعرف كيف يبرمهم، كيف يتحكم فيهم. يعني مثلا الصبية اللي قالت لي أنا أراء الناس، معنى اتصال يمكن، خلينا نأخذ الاتصال. عبير صباح الخير. عبير صباح الخير. يا هلا، تفضل يا عبير، شو نقطة ضعفك؟ كيفكن؟ تمام. نقطة ضعفي ولادي أول شيء. بس هون موضوع مختلف. إيه بس إيه، ليش تعتبريه نقطة ضعفك؟ ليش فيهم كتير بعت الهمون؟ يعني ليش مش نقطة قوتك؟ مش نقطة قوتك ولادك؟ مش تفتخري فيهم قدام الناس؟ طبعا بفتخر فيهم. لكن ليش عم بتسميهم نقاط ضعف ما بتسميهم نقاط قوة؟ كم عندك ولد؟ عندي 3. قد ايه اعمارهم؟ الكبير عمره 27. نعم. و 25 و 21. شو بيشتغل الكبير؟ مسافر. بس شو بيشتغل ولو مسافر؟ ما بيشتغل شيء برات السفر؟ بلا اكيد. شو بيشتغل؟ بيشتغل هونيك بالبضاعة بالمحلات. ماشي حاله يعني؟ ايه الحمد لله. تفتخري فيه؟ ايه اكيد. يعني نقطة قوتك، يعني بيوم من الايام اذا انت برأيك احتاجت شيء ولادك حيكونوا لإلك، صح؟ اكيد اكيد. بحبوك، بيعطوك عاطفة كتير. اكيد كتير. فاذا نقطة قوة الولاد ما انه نقطة ضعف ابدا. أكيد. لا تقولي انا ولاد. انا بقول الاثنين سوا. ما بتحمل يصير لهم شيء او ما ليش عم تحط الاشياء السلبية؟ شو فيهم بحياتهم قديش حيكونوا ناجحين؟ ليش عم تفكر بسلبية؟ مين قال لك انه بده يصير لهم شيء؟ ليش بده يصير لهم شيء؟ ما هن مدبرين حالهم وبالحياة، ليش بدنا نحط تفكير سلبي دائما؟ ما رح يصير لهم شيء. هن محميين، او بصلاتك ان انت هن محميين، ونفس الشيء هن منطلقين بالحياه. دائما هيك فكري، قولي انا اولادي هن نقطه قوتي، حرام تقولي نقطه ضعف. الحمد لله، يمكن كل ام عندها حنيه بتحس بهالشيء. بس معك حق، بتسجل ان الام انها تكون قويه. نعم، انا اللي بدي اقول انه نحن بنحط احتمالات لانه بنخاف من التوقعات، بنخاف بيوم من الايام ننجرح يصيرنا شيء، حدا من اولادنا يصيرنا شيء، بس ما بدي انه هالاحتمالات تتوصل انها تصير هي اول رده فعل عنا لما بنحكي. انا كنت بفضل تقولي لي مثلا نقطه ضعفي خوفي على اولادي. بفهم نقطة ضعف. ايه ها، مش ولادك، نقطة ضعفك يمكن خوفك الزايد عليهم. اكيد. بقول لك انا بساعتها انا بقول انا وانت انه تعي نشتغل على هالخوف، نحوله لطمأنينة اكثر، لفرح اكثر، لاني انا كل يوم انت تقومي وتقولي انا الحمد لله ولادي بألف خير، صحتهم جيدة، عم يشتغلوا مدبرين حالهم، ما بدي اكثر من هيك. الحمد لله. بس نقطة صغيرة. تفضل. كثير مهم رأي الناس. نعم. وانا كثير معجبه بهال انه بتعرضوا راي الناس لنسمعه. صح. وكثير حلو بعالم الصباح بيحطوا الصبح بكير العالم راي الناس كمان. نعم.
الساعة 8. ثانك يو لك عبير. يا ريت على طول بتحطوهم تجمعوهم مع بعض لنضل نسمع رأينا. أكيد أكيد. شكرا. ثانك يو لك عبير. أنا بدي أقول لك موضوع بيحمل بعض كثير ينحكى فيه، لأنه نقطة الضعف تختلف من مطرح لمطرح لمطرح، وبتمنى أن الواحد يستعملها يصير إيجابي. صح، بس أنا برجع بأكد آخر شيء لما نختم خلص وقتنا جوزيف، إنه كيف بنعبر عن الأشياء كثير بتوحي لنا نحن كيف عم نفكر. نعم. شو الكلمات اللي بنقولهم بتوحي نحن شو في من جوا. أنا بلاقي نقطة الضعف بكل الأجوبة بيجمعها شغلة واحدة اللي هي الخوف. بس الإنسان يتخلص من الخوف بتصور بيتخلص من نقطة ضعفه. 100%. ثانك يو لك ميلاد، لك كل المشاهدين مكملين نحن وياكم، وكمان رح ضلني عبر هالسؤال أتواصل أنا وياكم. شو بتلاقوا نقطة ضعف بشخصيتكم أو أكثر نقطة ضعف، لأنه ممكن الواحد يكون عنده أكثر من نقطة. لك المشاهدين بريك قصير وبعدها بنعود للمتابعة. أي نو مع عامر، وطبعا لنا مرأة عند الشيف، خليكم معنا.